اه طبعا يمكن اجراء عمليه تنسيق القوائم في اكتر من مكان في سيشن واحده، على اساس ان احنا الموضوع بيبقى ليه علاقه بمعادله حسابيه، بنحسب وزن المريض وبنحسب محيطه وبنحسب تخانه الدهون اللي موجوده في المناطق اللي احنا عايزين نشيلها، وبعد كده بندخل المعادله دي كلها في بعض ونبتدي نعرف بالظبط احنا نقدر نشيل كميه قد ايه، والمساحه اللي احنا هنغطيها دي هتتغطى ازاي. فبقى الموضوع نقدر فعلا نتعامل مع اكتر من منطقه، بشرط ان احنا طبعا ما نتعداش كميه محدده اثناء عمليه شفط الدهون. طبعا يمكن اجراء عمليه تنسيق القوائم بدون تخدير كلي، لان احنا زي ما اتفقنا ان التكنولوجي والادوات اللي احنا بنقدر ان احنا نستخدمها والسوائل اللي احنا بنحقنها بنحقن فيها كميات كبيره جدا من البنج الموضعي، فبالتالي بقينا مش محتاجين ان احنا نعرض الاشخاص اللي بيجروا عمليه شفط للدون او تنسيق للقوائم بشكل عام ان هم ياخدوا بنج كلي، لان بقى يكفي تماما البنج الموضعي اللي احنا بنحقنه، وبنقدر ان احنا نجري العمليه كامله وهم صحيين بدون اي مشاكل خالص. واحد من اكتر الاجهزه شيوعا في الموضوع دوت هو جهاز الفيزر، هو عباره عن الترا ساوند بتدي موجات فوق صوتيه، بيبتدي ان الموجات فوق الصوتيه ديت ليها خاصيه لطيفه قوي ان هي بتختار الخلايا الدهنيه بس، فبالتالي بتخلي الخلايا الدهنيه تتفكك من بعضها بشكل كبير، بتساعدنا كتير قوي ان احنا نقدر نجري عمليه شفط الدهون بدون ما الشخص ده يفقد سوائل او يفقد دم بشكل كبير، او وفي نفس التوقيت الطاقه اللي بتنتج من جهاز الفيزر بتتركز في طبقه بتاعت جلدنا اللي هي طبقه الكولاجين، فبتساعد ان الجلد يتشد علينا بشكل لطيف. الجهاز التاني ويمكن ده اللي عامل ثوره في عالم التجميل بشكل كبير قوي هو جهاز الجي بلازما. الجهاز ده بسبب تواجده قد خلانا نقدر نعمل شد الجلد بدون ما يبقى فيه جروح او بدون ما يبقى فيه جروح كبيره، جاست جرح طوله حوالي 2 ل 3 مللي، نقدر ندخل منه البروب بتاع الجهاز ونقدر ان احنا نحركه بشكل طبيعي، وفي نفس التوقيت بدون ما الشخص ده يفقد دم، بدون ما يبقى عنده جروح كبيره، بنقدر ان احنا نخلي الجلد بتاعه مفرود بنسبه كبيره جدا. الأجهزة دي طبعا كلها FDA approved، يعني منظمة الصحة العالمية وافقت عليها بشكل رئيسي، وبالتالي هي آمنة جدا بدون ما بتسبب لناش أي مشاكل، بيتم استخدامها على مستوى العالم. ويمكن جهاز الجي بلازما زي ما قلنا هو يمكن واحد من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم.